من الـ LBCI مساء الخير، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. الاعتداء على المشايخ، من هم الموقوفون السبعة؟ روسيا ودمشق تتهمان المعارضة باستخدام السلاح الكيميائي، ومعاذ الخطيب يشن هجوما على المجتمع الدولي. البابا فرانسيس في قداسه الأول، كنيسة المهمشين والفقراء. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير. دخل السلاح الكيميائي مجددا على الخط السوري، لكن هذه المرة عبر اتهام النظام للمعارضة باستخدامه في محافظة حلب، اتهام نفته المعارضة وسارعت روسيا إلى تبنيه. أما البيت الأبيض فأكد عدم امتلاكه دليلا على ذلك. وغداة انتخاب الائتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول، غسان هيتو رئيسا للحكومة الانتقالية، شن رئيس الائتلاف معاذ الخطيب هجوما على المجتمع الدولي متهما إياه بالوقوف متفرجا على ذبح الشعب السوري، كما حمل على الدول التي تمول الإرهابيين وتصدرهم إلى سوريا. لبنانيا، اتفقت المواقف السياسية والروحية على احتواء حادثة الاعتداء على المشايخ، فيما تنتظر مياه الانتخابات الراكدة ترجمة لاجتماعات الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في روما. وفيما تستعد هيئة التنسيق النقابية لما سمته يوم الزحف العظيم تزامنا مع جلسة الحكومة في قصر بعبدة الخميس المقبل، تلقت الهيئة الدعم من الأساتذة، أساتذة التعليم الخاص، ومن موظفي المديرية العامة للطيران المدني الذين قرروا تعليق حركة الملاحة الجوية 4 ساعات يوم الخميس، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والصحفيين الاقتصاديين وأساتذة اقتصاد في عدد من الجامعات الذين أصدروا بياناً أعلنوا فيه قناعتهم بمشروعية مطالب هيئة التنسيق.